السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنكمل الجزء الثاني بتاع الدايركت والاندايركت اللي هو يونت 11 اللي هو المباشر والغير مباشر. المرة اللي فاتت بدأنا الدايركت والاندايركت أو المباشر والغير مباشر في الستيتمنت في الجملة الخبرية، وقلنا ده أساس الموضوع كله، أساس الدايركت والاندايركت كله من أوله لآخره. طيب قلنا المرة اللي فاتت عشان نشتغل على الدايركت والاندايركت لازم اعرف يعني ايه مباشر ويعني ايه غير مباشر. مباشر يعني الكلام الفعلي اللي اتقال على لسان الشخص، وده بيبقى محطوط او يبقى قبليه كوما ومحطوط بين اتنين اقواس او الانفيرتد كوماز. خلاص المره اللي فاتت اشتغلنا على اول نوع اللي هو الستيتمنت الجمله الخبريه، النهارده هنشتغل على الكويتشن اللي هي الجمله الاستفهاميه. تقريبا هي نفس القواعد بالظبط. قلنا في المباشر لو الناس تفتكر معايا في الفيديو اللي فات ان انا بشتغل على الزمن الاصلي بتاع الجمله على حسب الظرف اللي جايبه لي جوه، ما انا قلت عندي جملتين، جمله القول بره والجمله الفعليه اللي اتقالت. مين الريموت كنترول بره؟ قال لي فعل القول. فعل القول ماضي يبقى انا بحول جوه زمن وظرف، كده كده الضمائر بتتحول. فعل القول المضارع طبعا ما بحولش، واشتغلنا على الشواذ وهي نفس الكلام. طيب انت النهارده بتقول لي الكويتشن السؤال، جميل قوي. طبيعي ان انا هشتغل على السؤال في حالتين، في حاله المباشر وفي حاله الغير مباشر. جميل. طيب هو انا عندي كام نوع من السؤال؟ كام نوع؟ قال لي عندك نوعين، يا اما سؤال بالدبليو اتش كويتشن اللي هو باداه استفهام، يا إما سؤال بالفعل المساعد أو الناقص اللي هو بمعنى هل والإجابة بتاعته yes or no. تاني يبقى أنا عندي هشتغل على الكويتشن أو السؤال في نوعين أو في اتجاهين، دايركت وإندايركت. طب هو أنا عندي كام نوع من السؤال؟ هو أنا عندي نوع واحد؟ لا، عندك اتنين، سؤال بأداة استفهام وسؤال بالفعل المساعد أو الناقص. جميل أوي. هبدأ أكتب كده. عندي أول نوع اللي هو السؤال أو الكويتشن بتاعي في حالة المباشر. بنظام كده وبترتيب. في حالة السؤال، في السؤال في حالة المباشر بيبقى شكله عامل ازاي؟ قال لي نفس اللعبة، برضو عندي تو سنتنسز، جملتين، جملة القول بره وجملة السؤال جوه الأقواس. طب نشوف. آدي أول نوع عندي اللي هو بعد استفهام، لما أجي أقول لك مثلا علي سد، علي قال، آدي كوما وآدي أقواس. بص السؤال اللي أنا هكتبه، وات Are you doing now؟ ادي علامة استفهام. بص السؤال التاني، اجي اقول لك منى سيد Are you watching TV now؟ تاني. طيب هنكتب هنا علشان هنا لو مش باين لحد، بس خليك معايا تاني. أول سؤال أنا قلت علي سيد جملة القول كوما أقواس What are you doing now؟ جميل. طيب السؤال التاني أو النوع التاني، جيت قلت لك منى سيد Are you watching TV now؟ Are you watching TV now؟ أنت بتتفرج على التلفزيون دلوقتي؟ ده بمعنى هل. طيب هو أنا هنا تكوين السؤال في حالة المباشر قبل ما أخش على المباشر، قبل ما أخش على الغير مباشر، الموضوع سهل جدا لأن الأساس والليلة كلها أنا خدته في الستيتمنت. طيب هو انا عندي هنا تكوين السؤال او تكوين الجمله في المباشر ماشي ازاي؟ قال لي
عندك ادي الجملة الأولى اللي هي جملة القول. جملة القول مكونة من عن ده فاعل وسد ده فعل القول. تاني، يبقى أنا عندي جملة القول فاعل وفعل، فاعل وفعل القول، فاعل وفعل القول، جميل. طب وبعدين؟ قال لي هنا، يبقى أنا هنا، بصوا هكتب مكونات أهو، فاعل، فعل القول، كما أقواس. جوه الأقواس إيه؟ قال لي تكوين السؤال العادي، اللي هو تكوين السؤال بتاع الدال، أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل أساسي، مكمل لات وكويتشن مارك. أقول تاني، أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل أساسي، مكمل لات وكويتشن مارك. نشوف إزاي. أدي وات، أداة استفهام، نمبر 2 فعل مساعد، مساعد، 3 فاعل، اهو ماشي بالترتيب، 4 فعل اساسي، 5 مكملات، وبعد كده الكويتشن مارك بتاعتي. يبقى انا بالبلدي كده من الاخر، ان انا عندي شكل السؤال في حاله المباشر اللي هو بيبدأ بأداة استفهام، ده سؤال عادي، أداة استفهام فعل مساعد فاعل، أداة استفهام فعل مساعد فاعل، فعل أساسي مكملات وكويتشن مارك. وات أداة استفهام، ار فعل مساعد، يو فاعل، doing فعل أساسي، ناو مكملات وأدي كويتشن مارك. يبقى ده شكل السؤال في المباشر. يبقى عندي جملتين، جملة القولة وجملة السؤال. القولة بره، الفاعل وفعل القول، كما أقواس ارسمها في دماغك وانت بتذاكر، أداة استفهام، فعل مساعد فاعل، فعل أساسي مكملات وكويتشن مارك، وقفل الأقواس. جميل، هنشوف كل شكل هنحوله ازاي. طيب هنا اللي هو السؤال بالفعل المساعد اتكون من ايه؟ برضو هيتكون من صيغة السؤال الأصلية، أكني بعمل سؤال بمعنى هل. طب واحدة واحدة، بص أدي رقم واحد فاعل subject أهو جملة القول، قال لي سد، قلت له سد ده فعل القول أهو، ألاقي كما أقواس، جوه الأقواس ألاقي مين؟ قال لي هتلاقي أول حاجة عندك فعل مساعد بمعنى هل، وبعدين قال لي فاعل subject، وبعدين قال لي فعل أساسي، وبعد كده مكملات، أهو فعل مساعد فاعل، فعل أساسي مكملات كويتشن مارك، هقفل الأقواس. تاني، يبقى أنا بعمل سؤال بمعنى هل، سواء فعل أساسي، سواء فعل مساعد أو فعل ناقص. هقول تاني يا جماعة، يبقى أنا النهاردة هنشتغل على الدايركت والإندايركت في حالة الكويتشن أو في حالة السؤال. السؤال عندي ليه نوعين، يا إما سؤال بأداة استفهام، يا إما سؤال بالفعل المساعد أو ناقص اللي بمعناه هل. طيب السؤال بأداة استفهام تكوينه إيه في حالة المباشر؟ أكني شغال على دايركت، بلاقي جملتين عندي، جملة القول وجملة السؤال. جملة القول بره القمة والأقواس، فاعل فعل القول، فاعل فعل القول، فاعل فعل القول، قمة أقواس، فاعل فعل القول، قمة أقواس. طب جوه الأقواس دي ألاقي إيه؟ هلاقي أداة استفهام، فعل مساعد فاعل، فعل أساسي مكملات وكويتشن مارك. جميل، ده شكل السؤال أهو في حالة الدايركت. طيب هنا برضو أنا عندي النوع التاني اللي هو بالفعل المساعد اللي هو بمعنى هل. ألاقي جملة القول، فاعل فعل القول، فاعل فعل القول، فاعل فعل القول، قمة أقواس، قمة أقواس، وبعدين فعل مساعد أو ناقص فاعل، فعل أساسي مكمل ذاته كوتشر مارك. ده شكل السؤال اللي معناه هل. حلو، ده كده في حالة الدايركت المباشر. ولو جالي في المباشر في الامتحان كتشوز
يبقى انا بلعب على زمن الجمله الاصلي ازاي؟ يعني لما يجي يقول لك ار يو نوت ويعمل لك هنا نقط تي في ناو، ابتدي ابص الجمله مباشر ولا غير مباشر؟ مباشر. هشتغل على الزمن الاصلي. طب هي ناو بتعبر عن زمن ايه؟ مضارع مستمر. قال لي طب ما هو مضارع مستمر قالوا اسمه ار فيربو ان جي، طب هو عايز هنا ايه؟ يبقى اختار فيربو ان جي، يبقى هتبقى واتشنج. ار يو واتشنج تي في ناو. هتشوف الشكل في الغير مباشر هيبقى عامل ازاي. نفس اللعبه هنا، جه قال لي وات ار يو نوت ناو، قال لي طب ما هنا مضارع مستمر وده مباشر، يبقى مضارع مستمر في المباشر يبقى هنا هجيب دوينج. طب جه قال لك يستر دي يبقى سؤال في الماضي، قال لك تمورو يبقى سؤال في الفيوتشر. يبقى انا ببص الاول نفس الكلام اللي قلناه في الفيديو اللي فات، بحدد نوع الجمله، هل الجمله دايركت ولا اندايركت؟ مباشر ولا غير مباشر؟ مباشر يعني في دماغي على طول كومه واقواس. طب غير مباشر؟ ولا في كومه ولا في اقواس، الجملتين بيسيحوا على بعض وبينهم الرابط زي ما قلنا في الستيتمنت ذات وممكن اشيلها. طيب انت كده عمال بتقول لي من الصبح وبتحكي معايا وبترغي في شكل السؤال في حاله الدايركت المباشر. طيب قول لي بقى شكل السؤال في الغير مباشر. هنمشي نفس التقسيم، اهو عامل كده اهو نمبر 2، يبقى اقول السؤال في الغير مباشر اهو في الاندايركت. طب ما انا عندي كام نوع؟ طب انا عندي برضو نوعين، ما هو نفس النوعين. قال لي الدم اتش كويتشن والسؤال بالفعل المساعد، هنقوم عاملين كده اهو، اديني رسمت البورد اهو اهو. هنا السؤال بأداة استفهام وهنا السؤال بالفعل المساعد أو الناقص. طبعا ادي النوعين بتوعي بس في حالة ايه؟ الغير مباشر. اصحى وفوق معايا. قال لي طيب هو في الغير مباشر هحول السؤال ازاي؟ قلت له هما كلمتين. قال لي جملة القول دي هنشوف تحويلها ايه؟ الفاعل بينزل زي ما هو، فعل القول بحوله زي الجملة الخبرية بالظبط. بشيل القمة والأقواس، في الخبرية في الستيتمنت كنت بربط بذات اللي هي معناها أن وممكن أشيلها. طب هنا في الاستفهامية هربط بإيه؟ قال لي ما أنت عندك نوعين، واحد بأداة استفهام واحد بالفعل المساعد أو الناقص. قلت له أه. قال لي أبو أداة الرابط بتاعه جايبه مش هيشتريه من بره، مكفي نفسه. يبقى السؤال بأداة استفهام مكفي نفسه. قال لي الرابط هنا هيبقى الأداة. قلت له يعني وات؟ قلت له أه وات. طب بعد وات هجيب إيه؟ طب هنا في المباشر كنت بجيب فعل مساعد فاعل اللي هو تكوين السؤال العادي. قال لي لا، في الغير مباشر السؤال هيتحول لجملة خبرية. وجملة خبرية يعني إيه؟ قال لي يعني تبدأ بسبجكت وفيرب، يعني فاعل وفعل. طب ركز معايا، بص هنزل الفاعل علي أهو، هيبقى علي. خليك معايا، أدي علي. طب فعل القول هيتحول يبقى إيه؟ قلت له فعل القول في الاستفهامية المشهور واللي احنا بنستخدمه كتير، قال لي اسكت. انا اكتب لون تاني اهو اسكت. ايه تاني غير اسكت؟ قال لي لا في حاجات تانية. قال لي ممكن اقول لك وندرد، تساءل. ايه تاني؟ قال لي ممكن اقول لك انكوير. طب ايه تاني؟ قال لي ممكن اقول لك wanted wanted to know. بص عندي اربعة هم الزعيمة بتاعتهم asked wondered inquired wanted to know. ايه الفرق بين الاربعة؟
ان اسكت جباره شويه، ممكن تاخد مفعول وممكن لا، انما دول ما ينفعش يجي معاهم مفعول، ما ينفعش يجي وراهم اوبجكت. يعني اجي اقول لك مثلا هنا علي اسكت مي، صح، انما ما ينفعش اقول لك علي وندرد مي، علي انكويرد مي، علي وانتد تو نو مي، غلط. يبقى الوحيده اللي هي المفتريه اللي فيهم اسكت، يا يجي معاها مفعول يا اما ما يجيش. طيب نحول كده الجمله دي كده مع بعض، احنا مشينا اهو واحده واحده. لو لقيت هنا مفعول وخيرك بين فعل القول يبقى لازم تجيب اسكت، اديني قلت اهو مفعول يعني اسكت. طيب هنعمل ايه؟ قال لي بص، خليك معايا، امسح دي دلوقتي، اديني اشتغلت على فعل القول وادي الفاعل بتاع علي. علي اسكت مي، علي وندرد، علي انكويرد، علي وانتد تو نو. المهم احنا اتفقنا ان الرابط عندي هيبقى الاداه، الاداه عندك مين؟ قال لك وات. طب بعد وات هعمل ايه في ار يو؟ قال لي لا، في الامتحان لما يجي يخيرك ويجي يقول لك علي اسكت وات، وتعرف ان الجمله غير مباشر، يقول لك وات ار يو، يعني جمله استفهاميه ولا جمله بتبدا بفعل؟ قلت له لا، ادام الجمله غير مباشر يبقى بعد اداه الاستفهام لازم اجيب جمله خبريه. يبقى انا هنا بعد وات قال لي لازم اجيب فاعل وفعل بعد اداه الاستفهام. طب ده هنا ده بادئ بالفعل المساعد الاول، قال لي اكنك هتعمل عمليه مقص، يعني هتجيب اليو مكان الار والار مكان اليو. طيب ادي اليو مكان الار وادي الار مكان اليو، ده بيني وبين نفسي، بيني وبين نفسي، انا لسه ما نزلتش حاجه. طيب اليو هي نازله، اشوف الاول المفعول سواء مي سواء قص ايا كان المفعول ايه. طب المفعول عايد عليا، هقوم قايل وات اي. احنا اتفقنا دايما ان انا في الغير مباشر برجع الزمن خطوه لورا، يبقى برضو سواء جمله خبريه او جمله استفهاميه انا كده كده جوه الاقواس بنزل الزمن خطوه لورا، برجع بالزمن خطوه لورا، ونفس الشواذ هي هي، لو فعل القول مضارع الزمن هينزل موازي زي ما هنشوف، بس خليك معايا واحده واحده. يبقى تاني وبالراحه، انا خدت في البدايه الم تاني نوعين السؤال، السؤال في حاله المباشر بأداة استفهام وسؤال بالفعل المساعد، وعرفت التكوين بتاعهم على اصلهم. طب لما اجي احول ده لغير مباشر قال لي الفاعل بينزل فاعل، فعل القول عندي ليه اربع اشكال، اسكت وندرد انكوايرد وانتد تو نو، اسكت الوحيده اللي بتاخد مفعول، هشيل القمة والاقواس، هشيل القمة والاقواس. الرابط مين؟ هو مكفي نفسه، مكفي نفسه، مكفي نفسه. قال الرابط اداه الاستفهام اهو، ادي الاداه، اجيب بعد الاداه فاعل وفعل، هجيب اليو الاول بس اليو عايد على مين؟ عليا انا، فتنزل اي. طب لو احنا مجموعه هتنزل وي. طيب الار لما اجي ارجعها خطوه لورا تبقى وير، بس وير مع الجمع. طب وهي الاي تاخد وير؟ قال لي لا، تاخد واز. يبقى اي واز دوينج، وناو لما اجي ارجعها خطوه لورا تبقى ذن. بالمنظر ده يبقى نفس التحويلات بتاعه الجمله الخبريه لو انت خدت بالك، مش السؤال هنا في المضارع المستمر، لما اجي نزلت، لما جيت نزلت الجمله الخبريه رجعت بالزمن خطوه لورا، صح ولا لا؟ الاقدم، الزمن الاقدم من المضارع المستمر مين؟ ماضي مستمر بس في الشكل الخبري. يبقى هقول لك تاني، هقول لك تاني، السؤال في حاله الدايركت او في حاله المباشر بيجي في الصيغه الاستفهاميه. يعني ايه مباشر؟ قال لي هتلاقي قمة واقواس. طب يعني ايه صيغه استفهاميه؟ اداه استفهام، فعل مساعد او ناقص، فاعل، فعل اساسي مكمل لات وكويتشن مارك. جميل، لما اجي احوله لغير مباشر قال لي الغير مباشر هلاقي الفاعل، فعل القول محول، مش هلاقي ولا قمة ولا اقواس، هشيلهم. الرابط عندك مين؟ وات. طب اللي هي أداة الاستفهام عموما، طب أداة الاستفهام هيجي وراها إيه؟ صيغة استفهام ولا صيغة خبرية؟ صيغة خبرية. طب يعني إيه صيغة خبرية؟ قال لي صيغة خبرية يعني فاعل وفعل في الماضي
طبعا ده في الغالب، يبقى هقول قايل فاعل اهو اللي هو عايز عليها تنزل اي، الار لما اجي ارجعها خطوه لورا مع الاي تنزل واز ودوينج، او احول المضارع المستمر يبقى ماضي مستمر في الحاله الخبريه. طب هو الماضي المستمر تكوينه ايه في الحاله الخبريه؟ فاعل ووز اوير فيرب واخد اي ان جي واحول الظرف ناو تنزل زين. طب تيجي لك في الامتحان ازاي يا بطل؟ قال لي تجي لي كيدز، يجي يقول لي وات اي، ويجي يقول لك نوت ذن، ويجي يقول لك اختار ار يو دوينج ولا مثلا اهو ولا اي واز دوينج. ابص على الجمله، الجمله مباشره ولا غير مباشر؟ غير مباشر، يبقى انا عايز جمله خبريه. طب جمله خبريه يعني فاعل وفعل، يبقى هم قايل اي واز دوينج. طب عرفت منين يا عم الحاج ان هي ماضي مستمر؟ من الظرف، ذن اصلها ناو، وناو مضارع مستمر، يبقى لما ينزل في الغير مباشر يبقى ماضي مستمر. طب هنا عندك ذا دي بيفور، لازم تراجع جدول التحويلات. قال لي ذا دي بيفور اصلها يسترداي، ويسترداي ماضي بسيط، يبقى لما يرجع خطوه لورا هيبقى ماضي تام. طب لو يسترداي زي ما هي يسترداي يبقى ماضي بسيط زي ما هو. يبقى انا كده خدت حالة السؤال في المباشر، خدت حالة السؤال في الغير مباشر لما بيبدأ بأداة الاستفهام. الخطوة الثانية خدنا السؤال لما ببدأ بالفعل المساعد أو الناقص في المباشر، هنشوف هنحوله ازاي. يبقى تاني يا جماعة تاني، يبقى ده المباشر في حالة السؤال، مباشر وغير مباشر، مباشر وغير مباشر. هنا عندي كام شكل؟ الاثنين، سؤال بأداة استفهام وسؤال بالفعل المساعد. طب اتنين في اتنين يبقى انا عندي اربع اشكال هشتغل عليهم النهارده، ادي واحد اتنين تلاته ولسه هنقول الرابع. اول شكلين عندي في المباشر، واحد بأداة استفهام والتاني بالفعل المساعد اللي هو تكوين السؤال العادي. طيب خدنا اول تحويل ان انا بحول السؤال بتاع أداة الاستفهام بحوله ازاي. طب نشوف السؤال بالفعل المساعد. هنا بقى اللي هو انا لسه شغال على السؤال في الغير مباشر اللي هو السؤال بعد استفهام. طيب هقوم قايل لك كده السؤال في الغير مباشر بالفعل المساعد. لما اجي احول السؤال ده لإن دايركت اهو هعمل ايه؟ قال لي الفاعل، هنزل الفاعل، ادي منى. طب نكتب القاعده الاول، الفعل هينزل فاعل اهو. فعل القول هحوله، طب فعل القول عندك مين؟ اسكت واسكت، ممكن يجي معاه مفعول او لا، يا اما وندرت يا اما inquired يا اما wanted to know، ادي فعل القول. طيب الرابط في السؤال بتاع هل، قال لي عندك حاجه من اتنين، يا حاجه اسمها if يا حاجه اسمها whether. اللي هي إذا أو لا، خلاص، أو إما أو، إما أو، يبقى أنا عندي إف أو إذا. طب وبعد الرابط، ما أنا دلوقتي خلاص خلصت من جملة القول اللي بره، فاعل وأدي فعل القول حولته، جبت الرابط عندي من بره إف أو إذا. قال لي برضو هجيب جملة خبرية، يبقى احنا نطلع بحاجة، ايه هي؟ ان انا في حالة السؤال في المباشر والغير مباشر، في المباشر بجيب الصيغة الأصلية لتكوين السؤال، بعمل سؤال، إنما لما بحول السؤال من مباشر لغير مباشر بحوله إلى الصيغة الخبرية، يبقى دايماً الصيغة الخبرية موجودة معايا لما بتكلم في الغير مباشر. أقول تاني، هقول تاني،
يبقى انا عندي السؤال عندي لحالتين دايركت واندايركت، مباشر وغير مباشر. في حاله المباشر يبقى انا شغال على الصيغه الاستفهاميه. طيب لو حولت السؤال من مباشر غير مباشر يبقى انا اتنقلت من الصيغه الاستفهاميه الى الصيغه الخبريه. يعني ايه صيغه خبريه؟ يعني فعل وفعل. صيغه استفهاميه قلنا الفعل المساعد بيجي قبل الفعل. طيب وبعدين قال لي اف او وذر بعمل ايه بعديهم؟ قال لي بعديهم بتجيب فاعل من جوه وبعد كده فعل وبعد كده بقى بكمل عادي. خلاص؟ يبقى هنا دي جوه رقم واحد اتنين تلاته. طب نحل كده مع بعض، نحل مع بعض، خليك معايا. منى ادي الفعل، منى فعل القول، اقول مثلا وندر، ها منوع، ادي وندرت. هنا السؤال ده بمعنى هل، اقوم جايب اف او وذر الاثنين بيساووا بعض، ادي اف. طب انا عايز مين؟ انا عايز فاعل، فاعل. يبقى برضه عارفين اني بعمل عمليه سيزر مقص، اليو هتيجي مكان الار والار مكان اليو. طب اليو عايز عليها تنزل اي، والار ترجع خطوه لورا مع الاي تبقى واز واتشينج تي في ذن. طب ايه ده؟ طب ما هي هي نفس الكلام، اكن انا حولت المضارع المستمر رجعته خطوه لورا بقى ماضي مستمر. المشكله يبقى منى وندر اف اي واز واتشينج تي في ذن. تيجي لك في امتحان ازاي يا دكتور؟ اهو يجي يقول لك مثلا لو انا هسال عن فعل القول اقول لك منى نقط، منى نقط يبقى الاربعه ينفعوا. انما لو قال لك منى نقط مي يبقى واحده بس اللي هي مين؟ اسكت. يبقى لو في مفعول يبقى اسكت، مفيش مفعول والاربعه شغالين معاك. طب وبعدين لو سالك على الرد قال لك منى اسكت مي نقط اي واز واتشينج تي في ذن، وقال لك مثلا وات ومش عارف وين ووير واف، انا احددها ازاي؟ اللي ينفع ان انا اجيب اداه استفهام اقول وات اي واز دوينج تي في. طب اداه استفهام دي يعني انا بسال عن حاجه، اذا كانت الحاجه موجوده، الحاجه موجوده يعني انا مش بسال على حاجه، مش عايز معلومه، المعلومه موجوده في ايدي، يبقى هستبعد طبعا اداه الاستفهام. يبقى الرابط عندك مين؟ قال لي اف او وذر، اقول مثلا وليكن اف. طيب هنلاقي طبعا في بعض الملحوظات يقول لك او بعض الكتب او بعض الناس هتقول لك ان في اف او وذر. طب نشوف ايه الفرق بين الاثنين. بص يعني انا لو جه قال لي في الامتحان، جه قال لي مثلا منى اسكت نقط اي واز جوينج اوت اور نوت، ادي جم. هو ينفع اقول لك وات اي واز جوينج او اسال عن معلومه؟ ده هنا بيقول لي منى سالت اذا كنت انا هخرج ولا لا؟ قال لي هنا الاثنين صح، ممكن اقول لك اف وممكن اقول لك وذر. طب افرض جاب لك الاثنين في الاختيارات وعندي اور نوت، قال لي لا وذر اولى. يعني مثلا جه قال لك كده ذات، قال لك وات، قال لك اف، قال لك وذر. قال لي يا دام في اور نوت، في ايه؟ اور نوت في اخر الجمله، هما الاثنين صح، بس لو جاب الاثنين يبقى انا بفضل مين؟ وذر. يبقى ادام في اور نوت في الجمله يفضل وذر. طب بص الشكل ده، لما اجي اقول لك منى اسكت نقط اور نوت I was going out. قال لي برضه if weather، قلت له لا.
هنا هجيب ويدل بس. ليه؟ قال عشان اور نوت بو، يبقى ويدل هي اللي تطبع باور نوت مش اف. تاني يبقى السؤال بهل الرابطين عندي صح، اف او ويدر الاثنين صح، بس لو جاب لك اور نوت في الجمله يفضل ويدر. طب اور نوت دخل جوه يبقى انا شغال على ويدر. معايا يا جماعه؟ معايا يا جماعه ولا اقول تاني؟ الناس تركز في كل كلمه بتتقال. يبقى انا النهارده اشتغلنا على المباشر والغير مباشر في حاله الكويتشن او في حاله الجمله الاستفهاميه. جملة استفهامية عندي نوعين من تكوين السؤال، السؤال بأداة استفهام والسؤال بالفعل مساعد أو ناقص اللي هو إجابته يس أور نو. طيب السؤال سواء بأداة استفهام أو بالفعل مساعد أو ناقص، قال لي في حالة المباشر يبقى أنا بشتغل على تكوين السؤال. جملة بأداة استفهام يبقى أنا بلاقي جملة القول فاعل، فعل القول كما أقواس، فاعل فعل القول كما أقواس، جوه الاقواس الاقي بقى اداه استفهام فعل مساعد فاعل فعل اساسي مكملات وكوتشن مارك. سؤال عادي جدا اكن بسال في دايلوج. طيب وفي الفعل المساعد نفس الكلام، فاعل فعل القول كما اقواس كما اقواس، الجمله مباشر. قال لي فعل مساعد او ناقص، فاعل فعل اساسي مكملات وكوتشن مارك. جميل. طب انا هحدد زمن السؤال ازاي؟ قال لي ان الظرف زي ما احنا متعودين كل زمن ليه الكيوردز بتاعته. قلت له تمام كده المباشر خلاص. طب لما باجي احول الجمله لغير مباشر، قال لي بالنسبه للجمله بتاعت اداه الاستفهام الرابط هو الاداه مكفي نفسه بنفسه، بلاقي فاعل فعل القول اللي هو عندي اربع اشكال في حاله الاستفهام، asked wondered inquired wanted to know. asked اقوى واحده فيهم لان ممكن يجي معاها مفعول وممكن لا. بعد كده الاقي أداة الاستفهام اللي هو الرابط بتاعي، بعد أداة الاستفهام بلاقي جملة خبرية في حالة الغير مباشر، يبقى في الغير مباشر بعد أداة الاستفهام جملة خبرية، وآخر الجملة فول ستوب مش كويتشن مارك. طيب يعني إيه جملة خبرية؟ قال لي يعني فاعل وفعل، نفس القواعد بتاعت الجملة الخبرية يا جماعة، برجع الزمن خطوة لورا. امتى برجع الزمن خطوة لورا؟ لو فعل القول اللي بره ماضي. طب افرض فعل القول اللي بره ماضي ومش محول الظرف، مش هحول الزمن، يبقى الزمن مرتبط بالظرف، الظرف اتحول الزمن يتحول، الظرف ما اتحولش الزمن ما يتحولش. طيب لو فعل القول مضارع ولا بحول زمن ولا بحول ظرف؟ تاني فعل القول مضارع ولا بحول زمن ولا بحول ظرف؟ الكلام ده قلناه بالتفصيل ان ديتيلز في الستيتمنت. طب بالنسبه عندي للجمله الاستفهاميه، قال لي نفس الكلام، في الغير مباشر هلاقي فاعل فعل القول فاعل فعل القول، اديني شرحنا اهو. هنا الرابط عندي يا اف يا ويذر، يا اف يا ويذر، بعد اف او ويذر بلاقي جمله خبريه واخرها فول ستوب، جمله خبريه يعني فاعل وفعل. احدد الزمن من الظرف، الظرف متحول الزمن يتحول والعكس. طب امتى الكلام ده؟ لما يكون فعل القول ماضي، فعل القول مضارع ما بحولش، الظرف مش متحول مش هحول الزمن. طيب لو انت عندك اور نوت يفضل ويذر، يفضل ويذر مع ان الاثنين صح. طب اور نوت جوه يبقى انا شغال على ويذر. طيب بص الملحوظه ديت علشان مهمه. فبيجي لي صيغه استفهاميه اللي هي كان يو تيل مي او دو يو نو او وود يو لايك، بيجي بعديهم اداه استفهام جمله خبريه. ازاي؟ خلي بالك معايا، يعني انا لو بدات الجمله وجيت قلت لك كان يو تيل مي وير، وجيت قلت لك كده والكوتشن مارك عادي، ما حدش ويجيب لي اختيارات، اختيارين از علي وعلي از، قال لي لا علي از، لان صيغه الاستفهام خلاص خلصت في الاول، مش هينفع اجيب اثنين ورا بعض، يبقى بعد اداه الاستفهام بجيب فاعل وفعل وبرضه علامه استفهام. طب كان يو تيل مي، ممكن مين تاني غير كان يو تيل مي؟ قال لي عندك دو يو نو او وود يو لايك. يبقى هقول تاني، هلم الدرس تاني. يبقى يا جماعه الاساس الفيديو اللي فات، الاساس كله في الفيديو اللي فات.
الفيديو اللي فات ده اساس الدرس بتاع الدايركت والاندايركت او المباشر وغير المباشر اللي هو الستيتمنت. النهارده انا اشتغلت على الكويتشن او السؤال في المباشر وفي الغير مباشر في الدايركت والاندايركت. قال لي طيب هو انت عندك كام نوع من السؤال؟ عندي نوعين، سؤال بعد استفهام اللي هو ال دبليو اتش كويتشن، وسؤال بالفعل المساعد او الناقص اللي هو اجابته بيس اور نو ومعناه هل. طيب معنى كده ان انا عندي نوعين من السؤال وعندي نوعين من الكلام، يعني انا هشتغل على اربع اشكال. تاني اربع اشكال في حاله المباشر عندي شكلين، سؤال بدل استفهام وسؤال بالفعل المساعد. طب السؤال بدل استفهام في حاله المباشر شكله عامل ازاي؟ قال لي بلاقي فاعل، فعل القول، قم اقواس، فاعل، فعل القول، قم اقواس. اداه استفهام يبقى الاقي اداه استفهام، فعل مساعد او ناقص، فاعل، فعل اساسي مكملات وكوتشن مارك. اكني شغال على الدايلوج بالظبط. هديك مثال وافكرك بيه، اجي اقول لك علي سد قم اقواس، علي سد قم اقواس، وات ار يو دوينج ناو؟ سؤال عادي. طب بحدد زمن السؤال ازاي؟ من الظرف. طب اجي احوله؟ نحوله. قال لي هتقوم قايل لعلي اسكت، قلنا اسكت وندر wanted to know inquire، اسكت هي الوحيده اللي بيجي معاها مفعول. طب واداه الاستفهام هعمل فيها ايه؟ قال لي ده الرابط بتاعه. يبقى الرابط انا مش هجيب رابط من بره، الرابط هو اداه الاستفهام. طب بعد اداه الاستفهام في حاله الغير مباشر بلاقي جمله خبريه، فاعل وفعل ومكملات، واذا كان في ظرف بيتحول، وبرجع بالزمن خطوه لورا. طيب ده بالنسبه للسؤال بدل استفهام بالفعل المساعد. قال لي في حاله المباشر بلاقي فاعل، فعل القول، قم اقواس، فعل مساعد، فاعل، فعل اساسي مكملات وكوتشن مارك، تكوين السؤال العادي. طب اجي احوله لغير مباشر هلاقي فاعل، فعل القول محول، هشيل القمه والاقواس، عندي رابط من اتنين، يا اف يا وذر، يا اف يا وذر. بفضل وذر في انهي حاله؟ لما بلاقي اور نوت في الجملة. طب لو دخلت جوه يبقى انا شغال على وذر، وراها برضو جملة خبرية يعني فاعل وفعل، وبرضو بعرف زمن اللي عندي من خلال الظرف. يبقى بالبلدي من اخر السؤال في حالة المباشر شغال على الصيغة الاستفهامية، بعمل سؤال عادي. في الغير مباشر شغال على الصيغة الخبرية ونفس القواعد بتاعت الجملة الخبرية. لقيت عندي فعل القول مضارع يبقى جوه، ولا بحول زمن ولا بحول ظرف، الجملة بتنزل زي ما هي بس في الحالة الخبرية، يعني فاعل وفعل. ملحوظة اللي احنا قلناها اللي هي بتاعت وذر واف، الفرق بينهم هنا قلت جادلي كان يو تيل مي دو يو نو وود يو لايك، بعد أداة الاستفهام بجيب جملة خبرية يعني فاعل وفعل، وآخر الجملة بجيب كويتشن مارك. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا معايا النهارده، ولسه طبعا هلم الدرس شويه نوتس كده شويه ملحوظات في يونت 12 في الوحده ال 12. الناس لو عايزه اي استفسار هتبعت لي، انا مع الناس مش سايب الناس، مش حصه اتقالت وخلاص، لا انا معاكم متواصل معاكم شخص شخص وفرد فرد، مفيش اي مشكله بالنسبه لي. اللي محتاج حاجه معينه في الفيديو او ما فهمش نقطه معينه يقول لي، يبعت لي، يكتب لي، كده كده الدرس هيتحل عليه، هيبقى فيه هوم ورك او فيه واجب عليه وهيتشاف، علشان الناس بس يبقى حاطه في دماغها عندها خلفيه بالموضوع دوت، ونطبق على الدرس عشان نفهم الدرس كويس. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الناس تكون المعلومه وصلت لهم ببساطه وسهوله. شكرا.